السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي. اليوم جاياكم بلا غوسات ديال لي شوغوس. لي شوغوس اللي كيتصاوبوا بجوج بيطات، عندنا جوج بيطات هنا وعندنا الزبدة 100 غرام، عندنا جوج معالق كبار ديال السكر، عندنا لو سوك ان ساشي دو سوكر فاني، وهنا عندنا قبيصة ديال الملحة. هنا عندي 400 غرام ديال لافارين، 400 غرام ديال لافارين هانتوما كتشوفوا. دونك عندي جوج معالق كبار ديال الزبدة، نعاودو المقادير. جوج معالق كبار ديال لو سوكر عادي، وهنا عندي ساشي د فاني، ان ساشي تاع 8 غرام، وهنا عندي اون بانسيت سل. داكوغ، يلا نبداو على بركة الله. الوغ هنايا درت نص سيترو تاع الماء فوق النار، ودرت مليحة ديالي لو بانسي دو سل، ودرت لو سكر فاني. غادي نضيف السكر باش كلشي يدوبو العناصر يدوبو. غادي نزيد الزبدة حتى هي باش تدوب. انا اليوم بغيت نجرب هاد لاباري هادي اللي كطيح العجينه في الزيت، موجده ديجا الزيت هنايا. ملي كتصاوبوا الخليط ديالكم كتكبوه هنايا. غادي نجرب على ثلاثه الطرق، هادي هاد لاباري هادي كديروا لها هكذا و لاباط كتخرج من هنا في الزيت وتقطعوا بالمقص. انا غادي نجرب معكم هادي، ما عمرني جربتها، لي اول مره كنجرب غير لي شوغوس عاديين. هنا عندي لا بوشادوي فيها المحقن ديال لي شوغوس، هادي خاصه بلي شوغوس. وعندي اللي ما عندوش هادي كيدير غطايه ديال البوش. انا غادي نوريكم على ثلاثه الطريقات، البوشون ديال القرعه، وكيكون عنده داك الداخل ديالو قطعوه مثلث، ولا البوشون اللي كيكون هكذا البوشون عادي ديال قرعه المناضه، كتقطعوا المناضه في داك الراس يكون واحد 3-4 سنتيمتر بحال هكا، والبوشون ديالها كديروا كتصوروا عليه اون ايطوال، وتقطعوا موس ماضي وتقطعوا ديك ليطوال باش يبقى داك الزواق لداخل بحال هاد الشكل لداخل. فوالا انا غنوريكم ثلاثه الطرق وانتم تشوفوا اللي عندكم، انتم الاختيار يكون عندكم الاختيار. دابا لي كلشي ذاب غادي نبدا نزيد الطحين. ربعمية غرام ديال الطحين، ونحرك.
تحركوا باش ما يدير، تحركوا مزيان باش ما يدير لكمش كواور. حيت دابا هاد لاباط غادي يطيب على جوج خطرات، غطيب هنايا شويه وغادي يطيب في الزيت خلاص. حاولوا تحيدوا دوك الكواور. غادي نقص من العافيه شويه ونخليها، خليها تبقى طيب شويه بشويه، يتحيد من هذاك الماء. هاي بشويه بدات كتقصح. حركوا مزيان باش ما تحرق لكمش العجينه من التحت. راه دابا على عافيه مهيله، راه ما مجهداش وغير على الصغيره ماشي الكبيره، العافيه الصغيره. انا غنبقى على هذا الشكل. صافي بدات كديكولا من الكاسرول، كتبقاو عليه حتى كتبقى ديكولا تتولي بحال اون بيليكول. هانت حتى كتبقى ما كتلصقش كاع في هانت. بقاو تحركو تحركو حتى الديكولا من الطاوة ولا من الكاسخول ولا منين بغيتو. صافي منين تشوفو هكا الديكولا طفيو عليها. خليوها تبرد شي شوية ونبقاو نزيدو بيضة بيضة ونبقاو نحركو. خليوها حتى تبرد شويه. بعد ما دخلت البيضه الاولى دخلتها هنايا حيت بردات لي لاباط باش ما البيض ما يطيبش. كنت تدخلوا البيض في لاباط غادي يطيب. هاي ديجا بيضه هنايا، انا غادي نزيد الجوجه. دابا العجينه ديالتي راه بردات، مع حكم درت 400 غرام ديال لاباط شوغوس، ما غاديش ندخلها كلها في شوغوس، غادي ندير لي زيكلير با اوتوماتيكمون. سي لا ميم لي ميم لا ميم ريسيت. غادي ندير نص شوغوس مع درت 400 غرام، بزاف على لي شوغوس. الدراري ما كيبغيوش بزاف داكشي ديال المقلي. رمضان هذا خصنا نقصو شويه من المقلي. كنحاول دابا ندخل لا دوزيام. ديجا درت الاولى البيضه الاولى، دابا هذه الثانيه. العجينه راه بردات. اي اون ميم طون غادي نسخن الزيت ديالي حيت غير كيتصاوبو صافي كيتقلاو وما كيرتاحوش. ما
نوريكم حتى الطريقة ديال لي زيكلاغ. سي مو با تخي ليس، ها نتوما كتشوفو لي تخي ليس رطبة، و داك البيض كتبقى تمشاو معاه بشوية بشوية حتى كيدخل تيدخل في العجينة كتجي رطبة سهلة الاستعمال. صافي هنا دخلت البيضه كلها في لاباط، هانتوما كتشوفوا كي جات، ودابا غادي نديرها في الكيس اللي غندير به لي زيكلا. هو الاول كندير هكدا ملاك هاد الجيوب حلواني تحت فيهم هاد المره شويه صغار ما كيعطونيش البلاصه فين نخدم على خاطري. ملا كتهبطو حتى لتحت نديرو واحد شويه هنايا باش تيخرج داك الهواء. بسم الله صافي. انا دابا عندي القلب هنايا على حسب لي شو نزيد العجينه ديالي باش نكملها على نكمل داك البلا.
نزيد شويه باش ما يعطينيش داك الهواء. ثاني هانتوما كتشوفوا لي زيكلير ديالي غادي يطيبوا ان شاء الله على في الفور على 150 درجه بشويه عليهم، نديرهم حتى 140 درجه يطيبوا غير بشويه عليهم دغيا كيطيبوا حيت العجينه ديجا طايبه. ودابا حنا رجعنا باش نطيبوا ان شاء الله لي شوغوس، ودخلت لي بتي فور لي زيكلير بلوتو لي زيكلير، وانا غادي نبدا نشوف غادي نجرب وحده نشوف الا الزيت طايبه مزيان ندير هكذا نجرب بعدا غير بوحده. دونك لاباري اللي بغينا نجربو هاد النهار سا لاباط تقيله ما بغاش يخرج منها، انا درت فيها ديجا لاباط مي ما بغاش تخرج كي خصها شي حاجه جاريه بلوس ليكيد. هادي شويه هاد لاباط شويه قاصحه ماشي بحال تقطع موس ولا معلقه ولا مقص ولا اللي بغيت. كيطلعوا الفوق صافي كيبقاو يتحمروا حيت لاباط شويه كتكون ثقيله كتهبط لتحت، ومني كتكون كيدخلها طيب كتطلع للفوق.
انا نستمر على الطريقه ونوريكم لا فينال ان شاء الله. ودابا اخوتي نوريكم طبق التقديم، ها هو ساليتو. تبارك الله لي شغوص جاوني شهوه منهم تبارك الله. هانتوما كتشوفوا 400 غرام ديال لاباط عطاتني هاد الكميه هادي. هادو مقليين، انا جربت معكم واحد شكيل ها هو داير كريكبات، والبوشون ديال القرعه جربت به هذا، هو جاني بحال الفخيت. وكنظن انا من الاحسن نديرو داك المرشم على شكل ايطوال، هو اللي كيعطي المنظر ديال لي شغوص عاديين كما العاده. ها هما دابا هنايا ثلاثه الطرق ديال لي شغوص، وهنا دخلتهم في الفوغ لاباط ديال الشغوص دخلتهم في الفوغ، جاوني هكا شويه ناشفين على طريقه تاع لي شو، وهنا على طريقه ديال الكلاخ درت ثاني جوج شكيلات وعمرتهم بلا كريم اللي درت لا كريم وشوكولا، ودرت عليهم لو سكر لو سكر ان بودر. لا كريم وشوكولا اللي شاطت لي درتها في لي فيرين، هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ودرت عليهم الياغورت من الفوق كوم ان ديسير. ولا باش ما تضيعليش ديك لا كريم لي شاطات درت بها هاد الديسير. هادشي اللي كاين، المهم النص مقلي والنص خليته في الفوغ. هانتوما على الطريقه هادي وعامرين بلا كريم وشوكولا. ودابا نودعكم، ما بقى لي نقول لكم بصحه فطوركم مره اخرى ان شاء الله مع غوسيت اخرى ان شاء الله. يا ربي تفعلوا معايا، ديروا الجرس وابونو بور لي نوفيل. ميرسي.